إذا نحن اليوم في صدد هذا اللقاء، هو واحد اللقاء يعني كنعتبره مهم، لأنه كيمكن بأن الجامعة مع المحيط ديالها سوسيو اقتصادي ومع الجماعات المحلية بأنها يكون واحد التفاعل على واحد المشكل اللي كيهمنا جميعا، اللي هو مشكل ديال ندرة المياه. المسألة ديال ندرة المياه كتعرفوا بأن الماء هو واحد الخدمة ديال القرب، اللي هي من مسؤولية ديال الجماعة وديال المجالس يعني الجماعية المحلية. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد صبري، رئيس مقاطعة السيد البرنوسي. كما كتعرفوا هذا الظرفية اللي كملناها المغرب والعالم بأجماع حول ندرة المياه، مقاطعة السيد البرنوسي فكرت باش دير واحد الندوة من أجل التوعية ومن أجل حتى المخاطر ديال هذه الظاهرة هذه اللي العالم دابا أصبح كله كيعاني منها. احنا في المغرب كما كتعرفوا المغرب فلاحي ومغرب مائي 100%، وبقيت الثقافة ديال هاد نظرة المياه باقا موصلاتش لجل المواطنين والمواطنات. يعني بدورنا كمجلس منتخبة كمنتخبين خصنا يعني ندقوا ناقوس الخطر حول هذا الموضوع، ونطرحوا للمواطن يعني الأبعاد ديالو والمخاطر ديالو والمشاكل ديالو. الحمد لله احنا في منطقة السيد البرنوسي كما كتعرفوا منطقة كتعرف واحد العين ديال السيد البرنوسي، هاد العين اللي بجلس مقاطعة كيفكر باش يستغلها بواحد الشكل عقلاني، شكل مواصفات جديدة. احنا كنسهروا وكنعملوا مع مجلس الجامعة ديال الدار البيضاء ومع الشركة ديال كذا بيئة باش نحاولوا نديروا واحد التصور، واحد الرؤية جديدة كيفاش غنستغلوا هذه مع شركة لاليديك تا هما مادين يدينا باش يمدونا بجميع المعلومات والمعطيات والآليات ديال الشغل. وان شاء الله كنتمنوا مع الله هذه الازمه المائيه تمر على هذه البلاد ديالنا بواحد السلام، وتكون ويرجع للمغرب ديالو كما عادنا في 98 الامطار موسميه وفي الوقت ديالها. بالنسبه لليوم حنا في المقاطعه ديال سيدي البرنوسي، وكما كتعرف المقاطعه سيدي البرنوسي هي الموقع ديال واحد المحطه ديال لو بري تريتمون، معالجه ديال المياه العادمه اللي كتاخذ المياه العادمه ديال المحمديه وديال الجهه الشرقيه ديال الدار البيضاء، واللي كترمي بواحد الكميه مهمه ديال المياه العادمه الى البحر. وحنا في ظل هذه التغيرات المناخيه يعني التحديات ديال التغيرات المناخيه والتحديات ديال التوسع العمراني والتحديات ديال التلوث، لان الدار البيضاء بصفه خاصه عندها واحد الخصوصيات هذه بالنسبه للعمران وبالنسبه يعني للاقتصاد، المجال الاقتصادي وما ينتج عن النشاط الاقتصادي بصفه عامه من تلوث. اذا هذا كيحثنا باننا حنا كجامعيين وباحثين وكمسؤولين في الجماعات بان نخمو ونفكروا في الحلول المناسبه باش نتجاوزوا هذه الازمه ديال الماء، خاصه وان حنا كنعيشوا من ندره المياه. علاش؟ لان كل التساقطات، ولكن في نفس الوقت عندنا واحد الكميات ديال هي ماء عذب، ماشي واخا ملوث ولكن كيبقى عذب، ماشي ماء مالح اللي كنرميو بها للبحر. علاش ما يمكنناش نفكروا في اطار هاد يعني كاين عندنا الجهويه الموسعه، كاين عندنا يعني مقاطعات يعني يمكن لها تلقى حلول، كل مقاطعه تلقى حل على المستوى ديال التراب ديالها اللي كيوالمها، وخصوصا بوجود هذه الكميه الهائله ديال الماء. كل ما نحتاجه هو واحد المعالجه من اجل اعاده تدوير واستعمال هذا الماء، سواء بالنسبه لاستعمالات يعني ديال السقي ديال المساحات الخضراء او الاستعمالات حتى يعني الاقتصاديه، لان يعني يمكن لها تعاود بزاف المعامل يمكن لها تعاود تستغل هذا الماء. وفي نفس الوقت ملي كتستغل هذا الماء راه كتحرر واحد الكميه واحده اخرى اللي كنجبدوها من المياه الجوفيه ولا اللي كناخذوها من الماء على حساب الماء الصالح للشرب. وفي الحقيقه العين اللي كانت في البدايه ديال الثمانينات كما كان ملي كنعقلوا في الجيلنا كانت طريقه يعني الشكل ديالها بدائي. يعني دابا حنا كنفكروا كمجلس باش يكون عندها واحد نونق ديال جديد، حديقه بمواصفات مزيانه اللي كتشرف مدينه ديال الدار البيضاء وكتشرف منطقه السيد البرنوسي. وفعلا كاين واحد الورش مفتوح ان شاء الله غادي يعرف في النهايه ديالو في السنه المقبله، وغادي يتم غتكون الابواب ديالها مفتوحه للساكنه جميعا والاطفال والمواطنين باش يستغلوا هذا المنتزه هذا بواحد الشكل مهم. في الحقيقه المجلس كي كتعرفوا السنه الاولى عندنا كان عندنا رؤيه
ديال المجلس الليليه وهذه الاصلاح البنيه التحتيه. سنة 2023 إن شاء الله غتكون سنة ديال هاد كتشوف واحد الرؤية جديدة في هذا المجال ديال الندوات والشأن الثقافي والريادي، وإن شاء الله حنا عندنا مكونات يعني وكفاءات في المجلس المرتب يعني عندها ما تقول في هذا المجال. غادي نواجه الأرضية إن شاء الله، وحنا غادي في البداية ديال السنة غادي نقدموها أمام أنظار ديال الإخوة باش يشوفوها، ولا كان فيها شي تعديل مع المجتمع المدني ولا ما حنا راه الإشارة في أي وقت. سوي غافي دانتيرفونير اوجوردي سويت لانفيتاسيون دو كونسيل دو لارونديسمون او سوجي دو بلان داكسيون سيشريس. دونك مون انترفونسيون sera autour de toutes les actions, donc on va aborder toutes les actions prises par l'IDEC pour faire face effectivement à la sécheresse. Donc le plan d'action a démarré bien longtemps, donc c'était juste à la fin de la saison pluvieuse de l'année dernière. Là on a constaté que le niveau de barrage ils sont anormalement basses, donc par rapport effectivement à ce qu'on avait. Donc là on a déclenché toutes les actions qui s'imposent. Je vais citer les trois grands volets effectivement de ce plan d'action. Il y a particulièrement toute la partie qui concerne la sécurisation de l'alimentation. Donc l'idée effectivement c'est comment alimenter la zone sud du Kaza par le barrage Sidi Mohamed Abdallah, parce que il y avait le barrage Massira était à un niveau très bas. Donc ça c'était le plan la première action. Le deuxième, c'était toutes les opérations qu'on fait à l'IDEC effectivement pour lutter contre les fraudes. On parle contre les fuites, pardon. Donc là, on parle de tout ce qu'on fait en termes de management de pression, c'est-à-dire réguler la pression pour qu'on reste effectivement conforme par rapport les pressions, mais quand même, on n'aura pas une pression assez importante dans les réseaux, ce qui diminue le nombre de fuites. Il y a aussi toutes les opérations de recherche de fuites qu'on utilise au sein de l'IDEC. Il faut noter qu'on appartient d'un grand groupe, effectivement, Suez, et qu'on utilise toutes les techniques de recherche de fuites qui existent dans le marché. Après, le troisième volet, ça concerne toutes les actions qui visent à sensibiliser le grand public, à sensibiliser aussi nos clients industriels, les administrations sur effectivement la question de la rationalisation des usages d'eau de potable. Il y a tout un programme qui est fait par l'IDEC. Donc la communication a été faite sur le large public, sur nos réseaux sociaux, sur les radios. On a même fait effectivement des sorties de terrain. On est là sur la zone Sidi Bransi. C'était fait en coordination avec les autorités locales, avec l'arrondissement. On a fait des tournées sur le quartier effectivement pour sensibiliser tous les clients, tous les citoyens sur effectivement la question d'eau. Donc globalement, je vous ai résumé effectivement mon intervention d'aujourd'hui.